وين صار؟ شفته فايت لعنا مع فرد، وينه؟ ما بعرف. خلص خلص فل نادية، فل الزلمة روقه ري. شو صار؟ ايش لغنى العملية؟ بعدين بخبرك. لا يا أفلو، بس شو صار؟ انت شفتي فرد معه؟ ايه، وقله هيدا الشيء. كاتم للصوت مظبوط، وكان عم بحضر حاله كل شيء، فجأة جاء تليفون رجع فل. لا هي عارف انه عم يكذب. لا ليش فل؟ لكن جاي يقتل نديم، ليه فل؟ ضحكت علي، استحمرتني، خلتني صدق انه نديم بركات بيقبرص بالوقت يلي هو هون. رئيس بعدين لحد هلا عم حوكها براسي، واللي فات على الاوتيل بيقدر يكون حي الله واحد انه برنيطه وعوينات وكبوت. ولك انا يلي قلي مع نديم بركات 10 سنين ما قدرت ميزه لانه ما شفت وجهه. المعلم قالك شافه بقبرص؟ اي، وبعت لي صورته على الانترنت على التليفون ولغي العمليه. شو يعني؟ كنا قتلنا غير واحد. انت صادق، كنا قتلنا من غير واحد. انت على القليله كنت ين قتلت يلا قطت، كان اجى الدور علينا. انت فكر انه ميسم عبود عم تلعب اللعبه لوحدها؟ لا، اكيد الشرطه معها وهي اللي عم ترسم لها المخطط. لا لا يا ميسم عبود، كنت روحتينا بشربه مي. يعني انفضحنا. اي، لازم ننتبه كثير. رئيس انا اللي رحت علي، ميسم عبود وصاحبتها شافوني كثير، مطرح ورا مطرح وما معي خبر، باللوبي بالاوتيل بالصالون. معلم شو؟ بدي اعرف كيف كشفتني، كيف رسمت هاللعبه كلها لحالها. يعني نحن هلا انكشفنا، راحت علينا. اللي فات على الاوتيل على اساس هو نديم بركات، طلع شرطي مخابرات. بتعرف شو؟ خلينا نتصل بالمعلم لك الحادثه بحديث، قمت قال لك.